الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس من جبهة تحرير القامشلي. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بعد أن أظهر الله عز وجل عباده الموحدين في معارك تحرير حواجز النظام الفاجر وزهق الباطل وزالت الغشاوة عن كثير ممن اغتر بهذا النظام أو انخدع بوعوده وتعلق بأمانيه، فكان مثله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. وقد رأى الذين تعلقوا بأمانيه هذا النظام بأعينهم كيف تخلى عنهم النظام وتركهم في ساحة المعركة يواجهون الموت بمفردهم، بل إن بعضهم قد أخرج إلى القتال دون سلاح، وكأن النظام يلقي بأبناء البلد إلى الموت المبين بقصد الفتنة بين أبناء البلد الواحد. إننا ليحزننا أن يجعل النظام من أبناء هذا البلد درعاً لهم يواجه بهم المجاهدين. فيا أبناءنا ويا إخواننا، أزيلوا عن أعينكم غشاوة الباطل والتعلق بأماني النظام، فإن الظلم زائل لا محالة وأهله إلى سقوط لا نشك في ذلك. ولم تكن لنا غاية في مواجهة أحد من أبناء بلدنا، ولكننا لن نميز في حربنا بين كل من وقف في صفوف هذا النظام أيًا كان دينه أو قوميته أو عشيرته. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. وبعد أن اتضحت الأمور لكل الناس ومكن الله للمجاهدين في الأرض، كان لزامًا علينا أن نفتح الباب لمن أراد الرجوع إلى الحق وألقى السلاح والتزم بيته، وليس لنا غاية في ذلك إلا حقن دماء أهلنا. ونحن قادمون بإذن الله لتحرير مدينة القامشلي، فدعوا الباطل وأهله وناصروا الحق المبين. فإن لم تستطيعوا أن تناصروا الحق فخلوا بيننا وبين القوم الظالمين. اللهم إننا بلغنا فشد. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أحمد الله. الله. أحمد الله. أحمد الله. عزة الأباه. عزة الأباه. نحن جند الله. نحن جند الله. عزة الأباه. عزة الأباه. ولغير الله. لا لغير الله. لا نحن الجباه. ولغير الله. ولغير الله. لا نحن الجباه. لا نحن الجباه. قاتل في سبيله. قاتل في سبيله. كل خوان جبان. كل خوان جبان. بعناه أنفسنا. بعناه أنفسنا. نشتري الجنان. نشتري الجنان. بعناه أنفسنا. بعناه أنفسنا. نشتري الجنان. نشتري الجنان. الله أكبر. الله أكبر. اللهم انصركم اجمعين يا رب.